أجل، أنت الخبيرة العسكرية، ما هي استراتيجيات أساف؟ إنه ينشر رجاله لكي يوقف مسيرتنا. لم أكن لأفعل. ماذا ستفعلين إن كنت مكان أساف؟ غير فقدانك للحية؟ أنتظر وأتركك تفعلين الأمور الصعبة ثم أسلب منك النابة بعد أن تنتهي. ماكرة بل فعالة ومليئة بالمخاطر. لحظي أنك في فريقك. أجل، أنت كذلك. يدهشني أن أساب لا ينتهج نفس خطتك. ربما مساعده يعلم أكثر مما نعتقد. صحيح، وهذا سبب أدعى لإنهاء هذا. سأعود حالا. لك هذا. واحد آخر. هيا بنا. هناك في الجدار الصخري، ترين الممر المقوس؟ يبدو سليما. انظري، إحدى شاحنات أساف. المكان آمن. هي انظري، فأس شيفا يطابق الرمز في البرج. شيفا كان إله الدمار، صحيح؟ أجل، ولكن ليس كما تظنين. سيفيد الغرب. هناك.
حسنا. فلندخل. ماذا كان هذا المكان في رأيك؟ يصعب القول. حسن، ليس التصميم المناسب لمعبد. حسنا، لندخل. أوه، صلاة في مواجهة النمر. معركة غير متكافئة. فاز صلاة بالفعل. كان يحمي معلمه وقتل الحيوان من ضربة واحدة، ومن هنا أتى الاسم هوي صلاة. هوي في لغتهم تعني ضربة. أنت بخير؟ أجل بخير. هيا انزلي. والآن ماذا؟ تركوا عتادهم. ستفيد هذه. تصحيح، عتاد تسلقنا. يا إلهي، مؤلم للمعصم. وجدتها. أجل.
يا إلهي، ما هذا؟ سنعرف قريبا، فلنرى ما يفعله هذا. تحرك التمثال. فلنرى كيف سيسير. سألقى حتفي، هذا واضح. وشيكاً. حسناً، نجحت. تعالي هنا. قادماً. يا إلهي، ثلاثة تماثيل ورمزان مختلفان وحلقة. إنها رمز شمس وسط، لكن أحب وصفك أكثر. كان وشيكا. توقعت وجود لغز الأرض. هل عرفت ذلك؟ دائما ما تأتي في ثلاثة سطرة. إصابة وشيكة. انظري هنا، بما ستراهنين؟ أخبرتك أنه مفتاح. لقد أحسنت، فلنرى ما فائدتها. ما الأمر؟ لغز هويسل القديم. حاولي حل الأجزاء الداخلية أولاً. بالطبع، أصنع فأساً. سررت برؤيتك يا شيفا. والآن ماذا؟ علينا تحريك هذا الذراع وسنرى ما يحدث. أهي آمنة؟ تعلمين أن صيد الكنوز لا يلائم من لا يخوضون المخاطر؟ لا يصلحون كمرتزقة. كمرتزقة حين أفعل قنبلة فأنا أعلم ما سيحدث. أسلوبي أكثر متعة. سمعت هذا؟ شعرت بذلك؟
يا للهول، هناك مخرج محفور على جانب الجبل. وكنت خائفة أننا سندير الرافعة ونموت. من الجيد أن معي ابنة عالم آثار. نشأتك كانت ممتعة، ها؟ في بعض الأحيان تعلمت كثيرا. كانت الهيصلة شغفة، أخذت الكثير من وقته. أنا لو نقبت عن كنز أفضل جني المال. أكيد لا أخاطر دون عائد مجزي. ظننت هذا. كإدارة جيش هذه مسؤولية كبيرة. اعتدت هذا. شركة أبي تقاعد وأديرها. عمل العائلة. لقد أفسدت، لكنك تعرفين أنت مقربة من الأخوين دريك. أجل حسناً، لنتحدث لاحقاً. والآن أين نذهب؟ الحصن المحدد بالقوس في قاع البحيرة، الحصن المحدد بالرمح فوق الشلالات. كان علي سؤال عن عائلة دريك قبل قبول المهمة. ليس هناك ما يقال. أعرف نيت جيدا. لا أعرف سام كثيرا، بدل أنه كان يظهر من العدم. لنعد للسيارة. أحب الاختصار. جيد، لن نعود من حيث جئنا. لفديتك الفؤوس. بحيرة وشلالات. علم. مهلا. لعلمك لم يعد نيثن دريك في الصورة. لا داعي للقلق منه. كانت لدي مخاوف. لماذا قبلت عرضه؟ لست من النوع الذي يضيع الفرصة الجيدة، خاصة والجميع يريد أن يرني أذكر. سمعت ذلك. وبالنظر للجانب المشرق، ثم تجانب مشرق؟ أوه، عندما يكون للناس توقعات منخفضة من السهل جدا مفاجأتهم. أعلم أن هذا العمل صعب بالقدر الكافي لإنجازه بمفردك. استغلي أي فرصة. أتعملين بمفردك؟ تقريبا. كم عمرك حين بدأت؟ صغيرة. تعلمت أن أترك الناس يعتقدون أن الأمور تسير بخير، ثم أتولى زمام الأمور. الأمر معقد لي. أفضل دوما الطريقة المباشرة. استخدم الطريقة الناجحة. تمهلي. اللعنة، لقد سيطروا على الموقع. حسن فلنغامر. ثمن ما فعلت. قضي عليك. اقطع طريقها. اقطع طريقها.
أمان. لنرى ما لدينا. أحدهم واجه المتاعب لإخفاء هذا. آمل أنه مفلس. وجدت رمزا. هل لهذا علاقة بالناب؟ لا أظن. طالما سنزور الحصنين الآخرين أنا موافقة. اصبري. اذهب. جاهز. قد يكون رجال أساب هنا. No!
قادمة؟ حسناً. انظري، رمح جانش الثلاثي، رأيت هذا في البرج أيضاً. جانش مزيل العوادة. البوابة المؤمنة؟ ليس بعد، بانتظار كوبرا ثمانية. تظل هادئتين قدر الإمكان. الهدوء مزعج. هلا تسلك ذلك الطريق. أنت في مشكلة الآن، أوقفوها. سأحاصرها. وجدتها. الكثير منهم أعتقد. أن ليس هكذا، ولا هكذا. ما اللغز هنا؟ ماذا؟ بدا لك زر؟ أجل، أردت أن يكون لي دور. ما هذا؟ ما أجمل هذا الصوت؟ استدار أحد قضبان العجلة. ها، ترتد الأقفال حين أدير العجلات. إذن فإجمالي العدد 5. باق 4. وماذا عن 2؟
وجدتك؟ يتبقى قفل. أخيراً وليس آخراً. قد يكفي هذا. حسناً، فلنعد إلى العجلة الكبيرة. العجلة الكبيرة؟ أو أياً كانت المصطلح الأثري لها. العجلة الكبيرة تعمل. سنمر من تحته. صحيح. ها هو الصنبور. الآن على هذا أن يبدو كرمح. جيد. بعض الشيء. إنه جميش. أهلا سيدي. صحيح، فلنفتح المياه. واو، ولما لن يختلف الأمر؟ ماذا لو وجدنا نيرانا؟ تعبثين معي. بالتأكيد أعبث معك. ها نحن. هذا أملي إنها ليست نيران. شلل آخر. أجل، بقي واحد. بذلت هايسلا جهودا كبيرة لإخفاء الناب. كان ناب غانيش رمزاً لهيمنة إمبراطورية هويسلا، يعبر عن ثروتهم وقوتهم. جائزة جيدة للفرس. نعم، لطالما ظن أبي أن الناب كان شيئاً أعظم. لحظة، والدك سعى خلف الناب؟ كان أبي مهووساً به، قضى كل ليل ونهار في البحث عنه. كل أموالنا ضعت على بعثات استكشافية. سمعت بهذا. وما النتيجة؟ لا أعرف. أبعدني وأمي بحجة عدم الأمان وذهبنا إلى أستراليا، والآن أنا هنا في ضواحي هاليبدو. هذا أمر مضحك. الحصن الأخير في قاع البحيرة حيث رمز القوس. فهمت سبب